يعني بتتعصب. تمام، زي اللي خدته في الاستراكشر ان المومنت بتاعي بيبدأ يلف حوالين المسمار بتاعي. طب انا عايز اتخيل شكل كل واحد فيهم. المسامير اللي عليها الشير دايما الفورس بتكون عمودية على المسمار، بمعنى ادي عندي المسمار اهو، والمسمار ده ادي المسمار اهو، في فورس جاي عليه عمودية او فورس افقية، بحيث لو شفت طول المسمار في الرسمة بتاعتي بلاقي الفورس عمودية عليه. لو انا شايف المسمار كديامتر اللي هو الكروس سيكشن بتاعه الديامتر ده، يبقى الفورس عليه يا اما رأسية يا اما افقية عندي. معنى كده ان الفورس دي بتعمل على المسمار ايه؟ شير، ان هي بتخليها تكسر المسمار بتاعي او تقص المسمار. طيب في تاني اللي عليها التنشن بقى شكلها عامل ازاي؟ قال لي الفورس بتكون موازية للمسمار بتاعه، بحيث ادي المسمار الفورس خارجة معاه مع طوله بتشده معايا لبره، يبقى الفورس كده هو في السايد فيو اللي جنبه، ادي طول المسمار والفورس ماشية موازية ليه وبتشده معايا لبره. الناس فاهمة الفرق بين الاتنين دول؟ ايوه تمام يا باشمهندس، واحدة عمودي والتانية في نفس الاتجاه. تمام. طيب في انواع تانية، التورشن. التورشن ده لو بيبدأ يلف المسمار بتاعي، هشوفه ازاي عندي في الكونكشن. هشوفه كده اهو، ادي المسمار والمومنت بيلف المسمار، بيلف حوالين الديامتر بتاع المسمار بتاعي، يعني بيعصر البولت اللي عندي. النقط الأخير اللي هو البندنج، مسامير عليها بندنج ازاي. مثلا لو عندي أربع مسامير بالشكل ده وفي عندي مومنت، المومنت هيأثر هيشد المسامير اللي فوق وبيضغط المسامير اللي تحت. ودي كده الستريننج اكشن اللي تجيلك في أي مسألة كونكشن، يا شير يا تنشن يا تورشن يا بندنج، مفيش حاجة غير ده. ماشي، هو الفرق بين التورشن والبندنج ايه؟ مش هو مومنت برضه بيأثر على المسمار؟ هو مومنت، بس المومنت اللي في التورشن بيلف حوالين الكروس سيكشن. بمعنى ايه؟ ثانية، يعني ده مومنت لكل مسمار لوحده، كل ايه؟ يعني كل مسمار لوحده ليه مومنت بيلف حوالين محوره، والتانية بالمسامير كلها مومنت بيلف حواليها كلها؟ هو مش لازم مسمار واحد، يعني هو ممكن يبقوا برضه أربع مسامير، بس المومنت اللي عندي هنا في التورشن باتجاه دورانه مع الكروس سيكشن مش مع الطول. تمام. والمومنت البندنج بقى مع الكروس مع الطول؟ مع الطول، يعني بيشد، يعني في مسامير كده مثلا اللي عندنا الاربعه دول، في اربعه في اتنين هيتشدوا وفي اتنين هيتضربوا. تمام يا باشمهندس. طيب اللي احنا هناخده اول حاجه اللي هي الشير والتنشن، بس نعرف الاول ايه انواع المسامير اللي عندنا. في عندك ثلاث انواع مسامير اسمهم كاتيجوري A B و C. الكاتيجوري ديت حسب طريقة تركيب المسمار في الموقع بتاعه. اضعف مسامير اللي هي كاتيجوري A. كاتيجوري A ديت اسمها ordinary bolt او bearing type connection. المسامير ديت كل اللي فيها بس ان انا بدخل المسمار وبقفل عليه بالراس بتاعه، مفهوش اي يعني اي تورك او اي حاجه محتاجه تتربط بيها. طيب لما اجي بحل المسامير دي عشان اضعف حاجه تكون موجود متوفر منها كل الجريدز بتاعتي من اول 4.6 لغايه 10.9. طيب بالنسبه لللودز اللي بتشيلها اسمها فاكتور لود. يعني ايه فاكتور لود؟ يعني احمال التيميت مش احمال وركينج. فاكتور يعني احمال التيميت لود اللي هي بتبقى زي الديد واللايف، بس بزود عليهم كومباينيشن اللي احنا كنا بنعمله من 1.2 الديد 1.6 اللايف، اللي هي الكومباينيشن اللي كانت عندنا دي اسمها فاكتور لود عندي. طيب كاتيجوري بي دي اسمها هاي سترينث بولت او سليب كريتيكال كونكشن.
ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق في طريقه التركيب. كاتيجوري ايه؟ لما باجي اركب في الموقع انا بدخل المسمار، ما بقعدش بقى الفه، لا، او بدخله وبقفل عليه في الناحيه الثانيه. لكن كاتيجوري بي، بعد ما بدخل المسمار في زي عزم كده بعمله علشان يقفل على المسمار بتاعي ده. عشان كده هو قبل ما يتعرض لاي فورس يتعرض للعزم اللي بربط بيه، عشان كده بقى اسمها بري تنشن بولت. ده الفرق بين كاتيجوري A وكاتيجوري B. طيب ايه الفرق تاني عندي؟ الجريد. كاتيجوري B متوفر منها بس 8.8 و10.9. بالنسبة لتطبيقها في الأحمال، قال لي ممكن تستخدمها سيرفس لود أو فاكتور لود. ايه السيرفس لود ديت؟ اللي هي الأحمال الوركينج، أو فاكتور لود اللي هي الأحمال الألتر. يعني كاتيجوري B ديت ينفع استخدمها لو انا الاحمال حاسبها working، او ينفع استخدمها لو انا حاسب الاحمال ultimate عندي. طيب النوع الثالث لو كاتيجوري C، زي كاتيجوري B بالظبط، مفيش اي فرق، بس بيكون معمول اسمه مسمار صلب، يعني ده اقوى حاجة عندي، هو بيحتاج عزم اقوى من كاتيجوري B. فB وC هما نفس الفكرة ونفس طريقة التركيب، بس C اقوى منها شوية، والعزم اللي بتتربط بيه بيكون أشد. الجريدز اللي فيها نفس الكلام برضو 8.8 و10.9، بس دي بستخدمها للفاكتور لود بس، مفيش منها سيرفيس لود عندي. انت لو جات لك اي سؤال نظري في حاجات زي كده، هتلاقي اللي انا كاتبه لك ده الاختصار بتاعه. ممكن يقول لك مثلا كاتيجوري ايه الجريدز المتوفره فيها، بستخدمها احمال فاكتورد ولا لا. فالجدول ده هو اللي هيوضح لك اي حاجه نظري ليها، يعني ليها علاقه بانواع المسامير اللي عندك. عشان انتوا لو عندكم بين السليب والبيرنج، طيب ايه الكريتيكال؟ ايه الفرق بين السليب كريتيكال اللي في كاتيجوري بي واللي في كاتيجوري سي اللي هو بيرنج؟ طيب الفرق بين الاثنين ايه؟ طريقه التركيب. كاتيجوري سي لما بيجي يربط بيحصل احتكاك بين المسمار والبليت. تمام، يعني احنا قلنا قصدي في البيرنج تايب في كاتيجوري ايه كان اللي هو بيخش عادي وبنقفله من الناحيه الثانيه. السليب كريتيكال اللي هو كنا بنلف بعزم دوران. في طب الكاتيجوري سي بيرنج تايب ده معناه احنا بندخله برضه ولا في عزم دوران؟ في عزم دوران عشان هو اسمه هاي سترينث بريتنشن بولت. ريتنشن يعني هي تعرضت لعزم قبل ما تتحمل. طب يعني ايه بيرنج تايب يا باشمهندس؟ البيرنج تايب يعني المسامير بتاعتك دي بيحصل لها احتكاك بين المسمار والبليت. فالكاتيجوري ايه لما بيجي يركب بيحصل احتكاك بين المسمار والبليت عنده. الكاتيجوري بي لما بيجي يركب بيحصل حاجه اسمها سليب، بيحصل يعني حاجه اسمها انزلاق، بتبدا تتحرك معايا رايحه جايه للتالت. دي ليها علاقه بالتركيب. تمام يا باشمهندس. طيب دي انواع المسامير اللي عندك، بحيث هو في اي مساله هيحدد لك نوع المسمار هل هو A ولا B ولا C. بيقول لك نوع الجريد. نعم الالتيميت طبعا انك ضارب في فاكتور. هي مش حكاية شايل أكتر ولا لأ، هي الفكرة إن القوانين اللي اتحطت في الكود كان عاملها على أساس إن كاتيجوري بي بس هي اللي ينفع يستخدمها في السيرفس. لكن إحنا أصلا في الترم الأول كل أحمالنا كانت إيه؟ ألتيميت ولا وركينج؟ في الترم الأول كان كلها وركينج. الكومبينيشن اللي كنا بناخدها ست معادلات. لا ده انت كانت اكتر كومبينيشن. عشان كده كاتيجوري A و B و C الثلاثة بيشغلين في الالتيميت لوب اللي هي الفاكتور. لكن الكود زود حالة قال لك لو B ممكن استخدمها في السيرفس، بس بيبقى ليها قوانين تانية بتتغير يعني. تمام يا باشمهندس. طيب اللي احنا هناخده النهارده المسامير اللي عليها شير وتنشن كاتيجوري
ايه؟ انا عايز اعرف الاول ايه هي القوانين القلاب والبتات اللي انا بستخدمها عشان اعرف اعمل تشيك على المسامير دي سيف ولا انسيف. فانا لو كانت عندي المسامير عليها شير زي ما خدنا كده في الجزء بتاع البولز بتاع التراس، كنا بنحسب حاجة اسمها الـ RNV والـ R بيرنج. فاكرين القوانين المكتوبة دي؟ فاكر يا باشمهندس. الأضعف فيه لو في عندي مسامير كاتيجوري ايه كده، في مشكله في الصوت. تمام يا باشمهندس. لو في عندي مسامير كاتيجوري ايه وكان عليها شير، يبقى اللي انا بعمله بحسب الشير سترينس والبيرنج سترينس واختار الصغيره فيهم هي ديت الار شير اللي هي مقاومه المسمار للشير عندي. طيب عايز اعمل تشيك، انا بقى من المساله بتاعتي اشوف المسمار الواحد ده عليه فورس قد ايه وقارنها بالار شير اللي عندي دي، وده كده تشيك سيفتي بتاع المسامير اللي عليها الشير. طيب اللي احنا بقى الحاجه الجديده عندنا لو عليها تنشن، في قانون الاول برضو للتنشن قال لي اسمه الفاي ار ان تي يساوي 0.7 و 0.66 اف التيميت بول الاي اس. اف التيميت بول دي كنا بنجيبها من فين؟ من الجريد اللي هو مثلا 4.8 بنقطة 4 اللي هو الرقم الصحيح في الجريد بتاعي. يعني لو مثلا كان جريد 5.8 يبقى الاف التيميت كان بكام؟ 5 5 الاف التيميت بولت هعرفها من الجريد بتاعي. طيب الاي اس اللي هي مش مهندسة، هي مش الـ F Ultimate هي كانت 5 في الـ 0.6 ولا الـ إيه؟ مش اللي هي كانت بتبقى 5 في الـ 0.6 ولا الـ 5 بس؟ لا الـ Ultimate الـ 5 بس، الـ Yield هي الرقم العشري في الـ في الـ 5. يعني لو مثلا 5.8 ده الـ F Ultimate بتاعته بـ 5، الـ F Yield بتاعته 0.8 في 5. تمام يا باشمهندس. تمام. الاي اس مهندس، قانون التنشن ده يبقى فيه ال ان ولا مش موجود؟ لا هي ال ان دي كانت معناها ايه؟ عدد مستويات الكسر. هل الكسر بيحصل من التنشن ولا بيحصل من الشير؟ بيحصل من الشير، اللي هو الشير هو اللي هيقص المسمار بتاعي، عشان كده في التنشن مفيش عندي عدد مستويات كسر. تمام. مهندس انا باخد الرقم العشر اللي بعد العلامه وبعدين اضربه في الرقم الصحيح للاف يلد. للاف يلد الاف يلد بتساوي الرقم العشري مضروب في الرقم الصحيح بتاع الجريد. تمام يا باشمهندس. مش كان الاف يلد كانت محفوظه تقريبا، هو بيدينا الاف يلد المسمار الاف يلد الستيل. الاف يلد المسمار كانت ايه بقى؟ اف يلد المسمار بتساوي الرقم العشري بتاع الجريد مضروب في الرقم الصحيح بتاع الجريد. تمام يا باشمهندس. هو دي كنا بنستخدمها في حاجه في البولتد والويلدد؟ ده لا مش بنستخدمها في اي حاجه. تمام باشمهندس. طيب نرجع تاني الاريا ستريس اللي هي ستريس اريا بتاعت البولت، ودي كنا بنجيبها يا اما هو بيديها لي جيفن في المساله يا إما بجيبها من جدول المسامير بتاعي. طيب التشيك بتاعي خلاص عرفت إن ده الألاوبل تنشن بتاع المسامير كاتيجوري إيه. التشيك بتاعي إن أنا بشوف المسمار الواحد عليه تنشن بكام وقارنها بالألاوبل اللي هي الفاي آر إن تي. طيب المسمار الواحد عليه تنشن بقد إيه إحنا بنسميها جاما تي إكسترنال. جاما على أساس إن دي فاكتور لود، تي اللي هو التنشن، اكسترنال يعني جاي من احمال خارجيه مش من المسمار نفسه، فدي اسمها جاما تي اكسترنال يعني الاكشوال تنشن على المسمار الواحد.
اقارنها بالالاول تنشن هي الباي ار ان 2. يبقى ده كده لو مسامير عليها شير ولو المسامير عليها تنشن. طب لو عندي شير وتنشن مع بعض يعني المسمار بيحصلوا الاثنين في نفس الوقت، دي بقى بعمل فيها ايه؟ بيبقى في عندي معادلة انتر اكشن تجمع الاثنين مع بعض. المعادلة دي عبارة عن ايه؟ لو جينا نبص كده، اللي فوق في البسط ده الاكتشوال شير والاكتشوال تنشن. يعني شوف المسمار الواحد عليه اكتشوال شير بكام وعليه اكتشوال تنشن بكام. اللي تحت ده الالاوبل شير وده الالاوبل تنشن. هو الشير اللي في البسط ده هيكون مدهولي في المسألة صح؟ اللي هي الكيو بولت. الكيو بولت والجاما اكس جاما تنشن. ما دي انت هو هيديك الفورس الكلية وانت هتحسب المسمار الواحد عليه كام زي ما هنحل دلوقتي. تمام. لكن الار شير والتانية دول من القوانين اللاوب اللي احنا لسه قايلينها فوق عندنا. تمام. طبعا الانتر اكشن دي تكون في الاخر كام؟ اقل من واحد عندي. طيب دي كده القوانين اللي انت هتحتاجها في كاتيجوري ايه واللي هتحتاجها في الشيت اللي انت اللي هو الشيت اللي جاي المسامير اللي عليها. بس نعم ممكن بس ترجع ثانية واحدة للسلايد. حاضر. ماشي خلاص شكرا يا باشمهندس. طيب هنشوف كده مسألة بيقول لي صمم الكونكشن اللي عندي ديت، استخدم مسامير M16 جريد 8.8 كاتيجوري A ستيل 52. الرياكشن اللي جاي من الكاميرا، انا في عندي عمود اهو، الكونكشن دي عبارة عن ايه؟ ده عمود قطاعه HEB320 ماسك في الكاميرا قطاعها IBE300 ماسك فيها ازاي؟ ماسك فيها بدبل انجل 80 في 8. دبل انجل ديت حاطط فيها ثلاث مسامير مسافات بينهم 70 ملي 70 ملي والإدج 35 ملي. وقال لي البيم ديت الرياكشنات بتاعتها الكيو والان، الشير بتاعها 20 طن عليها شير ب20 طن وفيها تنشن فورس ب7 طن. طب معلش يا باشمهندس، هي النورمال اللي هو 7 طن هيفرق معايا في حاجه لو كانت مثلا اشارته لو كان كومبريشن اشارته بالنيجاتيف؟ الاشاره دي هتفرق معايا في حاجه؟ هتفرق طبعا، لان الكومبريشن ما بيشدش المسمار، هو بيضغط بيضغط. فانا ما اقلقش من الكومبريشن لان هو مش هيخلع الكونكشن بتاعك. تمام. فلو جاب لك في المساله الفورس كومبريشن بعمل لها نجلكت كاني مش شايفها اصلا. تمام. طب باشمهندس بعد اذنك، طب المسامير اللي كان عليها بيندنج كان في جزء عليه كومبريشن، طب ده كان اصلا بتصمم ازاي؟ انا مش بصمم، انا بشيك على المسامير دي، انا مركبها بس علشان البليت يمسك. لكن كتشيكات انا اللي خايف منه المسامير اللي عليها التنشن اللي فوق، فدي اللي انا هشيك يعني عليها. يعني الكومبريشن ده اخد له مينيمم مثلا في المسامير؟ كعدد بس اللي هي مسافات الايدج والبيتش اللي هي بتبقى عندك، لكن هي انا مش محتاج مش محتاجها غير بس التربيط مش اكتر. تمام شكرا. طيب ادي عندي الكونكشن دي، عايز ابدا اشيك على المسامير اللي فيها سيف ولا ان سيف نتيجه الفورس اللي عندي الكيو والان. طب اول حاجه تعملها هات الابعاد بتاعه القطاعات كلها علشان وانت بتشتغل ما تقعدش كل شوية تدخل الجداول وتشوف البعد اللي انت عايزه بكام. بمعنى انا مثلا اشوف القطاع العمود ده ادخل على الجداول واجيب الابعاد بتاعه اللانجات والويب بتاعه، اجيب الاي بي 300 الكاميرا اجيب الابعاد بتاعتها اللانجات برضو والويب. الانجل انجل 80 في 8 يعني عرضها 8 سنتي وسمكها 0.8. عايز ايه تاني داتا محتاجها عشان وانا بحل المسألة؟ المسمار اللي هو M16 ده عايز الاريا ستريس بتاعته بكام والاف التيميت بتاعته بكام. مسمار M16 من الجداول هتلاقي الاريا ستريس بتاعتها 1.57،
والاف التيميت ب 8 ليه؟ علشان الجريد بتاعها 8.8. تمام، باخد الرقم الصحيح بتاع الجريد بتاعي. يبقى اول اي كونكشن تجيلك اول حاجه اعملها هات الابعاد كلها علشان تبقى الابعاد كلها قصادك، وتجيب المسمار اللي انت محتاجه، وتجيب الاريا ستريس والاف التيميت بتاعها. يعني يا باشمهندس هو بيقول لي اي بي 300، بخش الجدول بتاعها وبجيب الحاجات اللي في الجدول خصائص اللي تبع اي بي 300، ونفس القصه برضو بطبقها لو اما ام 16 كده، الكلام ده كله بجيبه من الجداول الاول قبل ما اشتغل. بتجيب الداتا بتاعتك كلها عشان تبدا تحل، تبقى الداتا كلها قصادك، ما اقعدش كل شويه ابص الجدول اللي محتاج فيه كام وارجع احل، ده اسهل لك يعني. تمام. طيب اجي بقى عشان اعمل تشيك، ادي عندي الكونكشن بتاعتي، ايه المسامير اللي محتاج اعمل تشيك عليها؟ ادي الفورس الكيو والان، في مسامير اللي هي جوه الانجل ديت هنسميها جروب ان واحد، وفي مسامير اللي هي ماسكه الانجل مع العمود دي هنسميها جروب ان اتنين. يبقى انا محتاجه اشيك على دول لوحدهم واشيك على دول لوحدهم. طيب اتخيل شكل الرسمه من الناحيه الثانيه من السايد فيو، هلاقي الشكل بتاعي ادي الكاميرا الاي بي 300 وادي الدبل انجل، وجروب واحد هي المسامير اللي داخله جوه الويب بتاعه الكاميرا اللي هي دي، وجروب اتنين هي المسامير اللي داخله في الانجل بتاعتي. يعني جروب واحد عددهم كام مسمار؟ جروب واحد عددهم 3 مسامير. 3؟ لا ايوه 3 بس. 3. وجروب اتنين؟ 6. 6. انت في المسألة بيجيب لك الرسمة اللي فوق بس، المسألة بيجيب لي الرسمة اللي فوق، وانا بشوف المسامير بتاعتي من السايد فيو شكلها عامل ازاي. يعني لما اجي ابص من الناحية التانية انا بشوف جروب اتنين دي، هل هم شايفهم في الرسمة 3 ولا من السايد فيو هيبقى عددهم اكتر من 3؟ طب معلش يا باشمهندس، هنا كده جروب اتنين النورمال بتأثر عليه نورمال والشير بتأثر عليه شير، طب جروب واحد هنا مش الاتنين كده بيأثر عليه شير؟ تمام صح. تمام، انت بتشيك على كل جروب لوحده، يعني مثلا جروب واحد دي الكيو عاملة عليهم ايه؟ عاملة عليها شير. والان؟ برضو عامل شير. يبقى انا كده جروب واحد دي هشيك عليها نتيجة شير بس، وسميشن بقى اللي هو مثلا 20 زائد 7 طن، ده كده الشير بتاعها صح كده؟ بجيب بجيب المحصلة بتاعتهم بقى. تمام. جروب اتنين الكيو عاملة عليهم؟ الكيو عاملة عليه شير. والان عاملة؟ نورمال. ده هو ايه تنشن. وده اللي انت بتشيك عليه، بشيك على كل جروب لوحده. طيب هنيجي نشوف جروب واحد اللي هي المسامير هيبقى عليها الشير زي ما قلنا من شويه. مش مهندس؟ نعم. هو انا اللي هو بالنسبه لجروب واحد الكيو اللي هي 20 طن دي، ليه ما قلتش ان هي هتعمل عليها مومنت او برضو نفس الكلام اللي هي الكيو الثانيه اللي هي ليه ماشي يعملوا عليهم مومنت؟ على انهي جروب؟ على جروب واحد. لا، اللي بتعمل مومنت بتشد المسامير لبره او بتضغطها لجوه، لكن عندي الفورس دلوقتي دي عموديه على الكروس سيكشن بتاعت المسمار. ما هي عموديه على اللي في النص بس، بس اللي فوق واللي تحت مش عمودي عليهم. مش انت بتتكلم على الكيو دي؟ هي اللي ماشية مع 300، اللي ماشية مع 300 دي. ايوه. مالها؟ مش دي المفروض ان هي يعني في السنتر لاين بتاع البيم صح؟ تمام. بس يبقى هي عمودية على المسمار اللي في النص، بس اللي فوق واللي تحت مش عمودية عليهم، في مسافة. ما انت بتقسم الفورس على العدد، يعني انا الفورس ديت نورمال في الكاميرا، نصيب كل مسمار من دول هيبقى كام؟
لان الفورس يعني دي هتتحول كده، كل مسمار هيبقى عليه فورس عمودية عليه. تمام، يعني هي الفورس مش في السنتر لاين بس. لا، هي سنتر لاين الكاميرا تتنقل للمسامير، هي لقت ثلاث مسامير كل واحدة هتاخد نصيبها اللي هي الفورس على عددهم نفس الاتجاه. تمام يا باشمهندس، شكرا. يبقى قلنا ان واحد عليها شير من الكيو والان. طيب ادي المسمار اهو، يبقى عليه فورس رأسية وعليه الفورس افقية نتيجة الان بتاعته. عددهم قلنا ثلاث مسامير، هحسب بقى الكيو بولد نتيجة الكيو. يعني ايه؟ يعني الشير على البولد نتيجة الكيو، هتساوي الكيو على عددهم يعني 20 × 3 × 6.6. اتجاهها طالع ولا نازل؟ طالع، يبقى كده الفورس بتاعتي نتيجة الكيو الشير على المسمار نتيجة الكيو طالع معايا لفوق. طيب الشير على البولد نتيجة الان، يبقى الان على عددهم اللي هي 7 × 3 × 2.3، ودي فورس افقية يبقى ماشية في اتجاه اليمين بتاعي. كده بقى المسمار الواحد عليه فورس رأسية وفورس أفقية. عايز أجيب الشير اللي في الآخر اللي هقارن بيه، أجيب المحصلة. باشمهندس، هو إحنا مش قلنا إن عدد المسامير بتاع جروب نمبر 1 ستة؟ لا، اتنين هو اللي ستة. جروب نمبر 1 اللي داخلين في الويب بتاع الكاميرا. تمام، ماشي يا باشمهندس. تمام، بجيب المحصلة، يبقى الكيو بولت بتاعتي عبارة عن جذر اللي جاية من ال N سكوير واللي جاية من ال Q سكوير، يبقى دي الفورس النهائية اللي جاية على المسمار الواحد. عايز بقى أعمل تشيك عليها، أنا عارف إن كاتيجوري إيه وعليها شير، يبقى هحسب الفاي آر إن في والفاي آر بيرنج. الفاي آر إن في كان عندنا معادلتين حسب الجريد، احنا عندنا جريد 8.8، يبقى هاخد المعادلة اللي هي 0.6 0.6 ال F ultimate في ال AS. ال F ultimate ب 8، ال AS اللي من الجدول اللي هي مدهالي ب 1.57، N اللي هو عدد مستويات الكسر. ليه هنا خدناه ب 2؟ ليه ال N هنا ب 2؟ دبل انجل. لما اجي ابص اهو على المسمار، المسمار اهو، المسمار ده داخل في 2 انجل عندي، يبقى مستويات الكسر بتاعتي هتتكسر بين ال 2 انجل دول، يعني ال ان بتاعتك ب 2. طيب عايز احسب بقى الار بيرنج اللي هي 0.7 الدي الفا اف التيميت مينيمم سيجما تي. الدي اللي هي كانت ايه؟ دي اللي هي دايمتر، اللي هي قطر المسمار بتاعنا. قطر المسمار كانت ام 16، يبقى لما اجي ام 16 يعني 16 ملي، يعني 1.6. الفا اللي هي كان القانون بتاعها 0.8 الاي على الدي. الاي كنا بناخدها بكام قبل كده؟ كنا بناخدها باتنين الدي، يا اما بناخدها من الجدول. لا بص يا باشمهندسين، ال edge distance حاجة وال e اللي في الجدول دي حاجة تانية. ال edge distance ديت اللي موجودة للمسامير بتترص كل قد ايه، لكن ال e اللي في الجدول دي جداول القطعات، دي اللي هي عبارة عن السنتر لاين بتاعة الانجل فين، دي حاجة ودي حاجة. يعني ال e اللي هنا في الجدول في المسألة هتكون بتاعة الجدول؟ لا، بتاعة الجدول دي بتحتاجها في اللحامات. يعني بتاعة الجدول دي من آخر كده للرسم بس، صح؟ في الرسم وفي اللحام، عشان تعرف تجيب مكان الفورس بتأثر فين وتجيب اف واحد واف اتنين. تمام، لكن اللي هنا ال edge distance بتاعة المسامير، أنا دلوقتي شغال مسامير فماليش دعوة بقى بالإي بتاعة اللحامات اللي كنا شغالين بيها. يعني هنا إيه مختلف عن اللي هناك؟
الاي بتاع وانت بتعمل ديزاين اللحامات الاي بتجيبها من الجدول اللي هي في الجدول اسمها الواي اس، اللي هي كانت الاف مثلا في الاي ناقص الاي على الاي، صح؟ دي كده هي دي الاي بتاعت الجدول بتاعت جداول القطاعات. تمام. القانون دوت بقى نفسه اللي موجود في الـ في الـ في الويلدد، الاي اللي فيه هي برضو نفس الاي بتاعت الجدول ولا هي الاي غيرها؟ بتاعت الجدول، بتاعت الجدول اللي بتجيب السنتر لاين بتاع الانجل فين. تمام. لكن الاي اللي عندنا في المسامير هنا اسمها الايدج ديستانس، الايدج ديستانس اللي هي المسافه بين اخر مسمار واخر البليت بتاعه، دي اللي هي 1.5 فاي يا باشمهندس كنا بنفرضها. ولا بتفرضها لو هو مش مديها لك؟ بفرضها بكام بقى يا باشمهندس؟ كنت بتفرضها لو هو مش مديها لك 1.5 قطر المسمار او 2 قطر المسمار. لكن هنا عندي في المساله هو مديني مسامير بابعاد ثابته في الرسمة، هاي لما يجي نبص قال لي المسامير انا حاططها كل 70 ملي واول مسافة 35 واخر مسافة 35، يبقى انا بلتزم بالابعاد اللي عندي في الرسمة دي عشان عايز اشيك على الابعاد دي سيف ولا لا. عشان كده الايدج ديستانس اللي انت هتاخدها هنا اللي هي فين، اللي هي المسافة بين المسمار واخر الانجل اللي هي دي، اللي هي بكام؟ اللي هي بخمسة وتلاتين ملي، اللي هي 3.5 سنتي. 3.5 سنتي. يبقى بأكد تاني الألفا اللي هي 0.8 الإي على الدي، لو هو مش مدي لك الإي افرضها زي ما انت عايز، 2 القطر 1.5 القطر ماشي. لكن لو هو مديها لك في الرسمة مدي لك المسامير أنا رصصها كل كام، يبقى لازم أشيك على الإي اللي هو مديها لي في الرسمة دي. تمام. طيب. يبقى البوينت 8 في الاي اللي هي 35 ملي يعني 3.5 سنتي على الدي بتاع المسمار اللي هي 1.6. باشمهندسة. نعم. وحضرتك نزلت الجدول بتاع القطاعات بتاع السمير والحاجات دي؟ هتلاقيها في ورقة القوانين الجيفن اللي هي كنت منزلاها. تمام. طيب الاف التيميت بتاع الستيل مش بتاع المسمار، عشان دلوقتي بحسب البيرنج بتاع الستيل، بل اف الت بتاع ستيل 52 ب5.2. مينيمم سيجما تي بقى بختارها ازاي؟ دلوقتي عندنا المسمار ده، المسمار ده داخل في كام سيكنس اللي هو ان واحد اللي احنا شغالين عليه ده؟ الواحد داخل في السيكنس بتاع الانجل، السيكنس بتاع الانجل 300 والانجل اللي في الظهر ويب الكاميرا 300 وفي 2 انجل. يبقى انا لما هاجي هقارن هنا المينيمم سيجما تي واختار الاصغر من حاجتين، سمك الويب بتاع الكاميرا اللي هي الاي بي 300 و2 انجل اللي هي 2.8. يعني المينيمم بتاعي هنا اللي هو مين؟ السمك الويب هو 0.1. سمك الويب، الويب ده بتاع الاي بي 300 ولا بتاع الاتش اي بي 320؟ مع الاي بي 300. الاي بي 300 انا دلوقتي جوه الويب بتاع الكاميرا بتاعي، عشان كده خدت المينيمم سيجما تي ب 0.71. طيب حسبت الاثنين دول، اختار الصغير فيهم، هي دي الار شير هي مقاومه المسمار بتاعتك للشير ب 7.23. هي كان عليها كام؟ هي كان عليها 7.05، الألاول بتاعها 7.23، عشان كده في الآخر قلنا إن هي إيه؟ سيف. عن فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ لا تمام باشمهندس. كده ده الجروب الأولاني لو إن واحد. طب أجي أبص بقى على الجروب التاني اللي هي المسامير اللي داخلة بقى من الانجل لفلانجة العمود اللي هو عددهم كام؟ الكيو عاملة عليهم، الكيو ديت دي عاملة عليهم شير،
على دول على الستة دول، والان بتشد معايا لبره يعني عامله عليهم ايه تنشن. يبقى انا كده المسامير بتاعت ان 2 دي عليها شير وتنشن مع بعض. عايز بقى احسب عليها كل مسمار عليه شير بكام وكل مسمار عليه تنشن بكام. احنا قلنا عددهم 6، يبقى الشير على البولت نتيجة الكيو اللي 20/6، والمسمار الواحد هيشيل شير بالتلاتة بوينت تلاتة تلاتة. طيب هيشيل تنشن قد ايه؟ الجاما تي اكسترنال هتبقى ال N اللي هي 7 على عددهم اللي هما 6، يبقى المسمار الواحد عليه شير بتلاتة والمسمار الواحد عليه تنشن بواحد بوينت 16. اعمل بقى تشيك. احنا قلنا من شوية المسامير كاتيجوري ايه عليها شير وتنشن مع بعض، نستخدم معادلة الانتراكشن دي اللي احنا كنا قلنا من شوية اللي مكتوب فوق في البسط بتاعي هو الاكشوال اللي احنا لسه حاسبينهم فين اللي هما دول. محتاج بقى احسب الالاوبل شير بكام والالاوبل تنشن بكام، وعوض في المعادلة في الاخر واشوف اقل من واحد ولا لا. طب عشان اجيب الار شير يبقى اجيب الار ان في، نفس المعادلة بتاعتنا لنفس الجريد، اف التميت ب8، الاي اس ب1.57، الان ب1. ليه بقى هنا الان خدتها ب1 مخدتهاش ب2؟ لان مستويات الكسر هتحصل مره واحده. وان انجل، عشان دلوقتي المسمار بتاعي اهو هو ماسك انجل واحده مع فلانجه العمود بتاعي، يعني مستويات الكسر بتاعتك هنا بقت واحد. طيب اجيب بقى الار بيرنج 0.7، الدي هي ب1.6، الالفا 0.8، الايدج ديستانس هي نفسها اللي هي 35 هي على قطر المسمار، الاف التيميت في المينيمم سيجما تي. مينيمم سيجما تي دي بقى اخترتها بين ايه وايه؟ يعني قارنت ايه مع ايه؟ 1 انجل و 1 بيجي والفلانجو. تمام، يبقى كده اهو ده المينيمم من سمك الانجل الواحده اللي هي 0.8 وفلانجه العمود بتاعك اللي هو اتش بي 320 اللي هي 205. خدت المينيمم وجبت الار بيرنج، اختار الصغيره فيهم هي دي الار شير دي اللي انا هحتاجها في القانون عندي. طب اللو التنشن اللي هو 0.7 0.66، اف التيميت في الاي اس ده اللو التنشن ب5.8. اعوض ده في معادله الانتراكشن ديت واشوفها اقل من واحد ولا لا. يبقى الكيو بولت 3 على اللو الشير ب4.5 سكوير، الاكشوال تنشن ب1.16 على الالاوبل تنشن ب5.8. كل ده طلع عندي بكام؟ طلع ب0.58، يعني اقل من واحد. يبقى كده الجروب 2 ده سيف معايا. في مشكله لغايه دلوقتي؟ باشمهندس بعد اذنك، هو جروب 2 عليه شير. طب انا عايز سؤال بره المساله، طب هو مش العمود ده عليه نورمال؟ فهو المفروض النورمال ممكن يطير الشير اللي جاي على الكونكشن ده، فمش المفروض اخد المحصله اللي عوض بيها؟ لا، انت دلوقتي بتشوف الحاجه بتتنقل من ايه لايه، يعني دلوقتي الستريننج اكشن هو مين شايل مين؟ هل العمود، هل الكاميرا شايله العمود ولا العمود هو اللي شايل الكاميرا؟ العمود شايل الكاميرا. يبقى السترينج اكشن لما بتتنقل من الكاميرا للمسامير للعمود. تمام، تمام. طيب دي كده المساله اللي احنا شرحناها بتاعت الشير والتنشن. عايزين بقى نشوف الافكار اللي عندك في الشيت عشان الناس وهي بتحل. الشيت ده هيبقى بعد الميد ترم مش دلوقتي يعني، بس عشان تبقى عارف الافكار بتاعته وانت بتحل هتعمل ايه. مع شيت الرسم هنسلم الاثنين مع بعض ولا واحد بس؟ مع بعض. وهنا مفيش رسم صح؟ لا ده مفيش رسم، ده حسابات بس. تمام. هو الميد ترم داخل في
اعتقد الميد ترم لغاية السكشن بتاع النهاردة. اتأكدوا من الدكتور برضو يعني. مش عندكم محاضرة تمام بكرة؟ علينا ممكن عليهم اه بس عندنا لسه. اتأكدوا من الدكتور برضو بكرة، اشوف الميد ترم لغاية فين يعني. طيب نيجي نبص بقى الافكار اللي عندك في الشيت. هو هنا اول مسألة مديلك كاميرا أساسية اللي هي بيم 3، خارج منها كاميرا هو الصوت فصل عندي ولا عند الكل؟ عشان تعمد يا عم حمد، ما انت مش عاوز تقعد ساكت. مش عاوز اقول لك حاجة بس لو يعني صار يا عم تهدي يا عم شوية، انت واخد القانون لسه موجود اهو، المعيدة موجودة، اتقل بقى شوية خلينا نشوف. طب اتقل انت بقى عشان ما غلطش بقى. حضرتك بتتسجل يا اسطى، اتقل. الناس سامعاني ولا لا؟ يا باشمهندس صحيح، انت عندك اول جروب بتشيك عليها اللي هي الجروب اللي داخله جوه الويب بتاع الكاميرا الاولانيه، ده جروب واحد، ونفس المسامير اللي بس في الكاميرا الثانيه دي جروب اتنين. بعد كده في المسامير بقى اللي داخله بين الكاميرتين والكاميرا الاساسيه دي اللي هي الجروب الثالث اللي هي ان 3. يبقى انا كده بشيك على تلات جروبات عندي. طب نشوف ان واحد عشان بيم اتنين اصغر من بيم واحد، يعني لو كانت قد بيم واحد كنا هنشيك بس على جروبين. يعني هو لو اتنين زي بعض هيبقوا الاتنين بنفس السترينج اكشن، يبقى تشيك مرة واحدة. تمام باشمهندس. طيب اجي على الجروب الاولاني اللي هو ان واحد، السترينج اكشن هي ار واحد وان واحد، عاملين عليهم ايه؟ ار واحد وان واحد على جروب واحد، واحد الاثنين عاملين شير. لا 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 ايه. ار واحد وان واحد عاملين شير، الاثنين مع بعض عاملين شير. عاملين شير بس ار واحد على جروب ان واحد، عاملين شير بس. شير شير، يبقى انا دلوقتي عندي جروب ان واحد ده عندي شير نتيجة ار واحد نتيجة ان واحد. طب عددهم كام مسمار؟ أربعة خمسة. عددهم عندي خمس مسامير، يبقى هحسب الشيل على البولد ار واحد اللي جاي من ار واحد ده يبقى رأسي، والشير اللي جاي من ان واحد ده يبقى افقي، واجيب المحصلة بتاعتهم في الاخر وابدأ اشيك عادي. طيب عدد مستويات الكسر كام؟ اتنين انجل فتبقى اتنين. اتنين، يبقى ال N بتاعتي هنا اتنين. طيب المينيوم سيجما تي وانا بعمل في ال R بيرنج اختار الاصغر من ايه وايه؟ باشمهندس نعم N. خلاص خلاص معلش، بين الاتنين انجل وبين التي ويب. تي ويب بتاع مين؟ بتاعت البيم، بتاعت بيم واحد. يعني المينيوم سيجما تي وانا بحسب واختار الاصغر من سمك الويب بتاعت الكاميرا بي واحد واتنين سمك الانجل بتاعته، وده كده اول جروب عندنا. طيب معلش يا باشمهندس، لو هو لو مش لو مديني مثلا الطول كله هنا اللي هو 0.8 اتش واحد تمام، اقول الاي بتساوي 2 البي الاي تاني، اقول الاي بتساوي 2 البي، البي اللي هي المسافه بين المسامير والاي اللي هي الايدج، الاي بتساوي نصها. انت بتفرض انت عايز تخلي البيتش ضعف الايدج، مش غلط، المهم ان كلهم تكون البيتش متساويه والايدج قد بعض. هي مش جيفن يا باشمهندس، مش حضرتك قلت جيفن؟ انت اللي عندك هنا في المساله بتاعت الشيت، عشان كل واحد ليه مساله غير التاني وابعاد غير التاني، فانت بتشوف الكاميرا اللي مديها لك قطاعها كام وارتفاعها بقد ايه، لو اتش واحد
هتحسب من ارتفاع الانجل 0.8 من ارتفاع. يعني مثلا انا عندي مثلا في الشيت كاميرا بيم واحد ديت قطاعها اي بي 300، يعني ارتفاعها كام؟ 30 سم. بناخد ال 30 سم دي اضربها في 0.8 جبت ارتفاع الانجل. تمام. اجيب بقى منهم مسافات الايدج والبيتش بتاعتي بالتساوي، تخلي البيتش متساوي والايدج هو بقيه المسافه. يعني مثلا افرض ان الايدج ب 2 دي واقسم المسافات على البيتش. انت مثلا انا هفرض الايدج ب 2 دي. تمام. طب ما انا هنا كده ممكن اقول مثلا اقسم ال 0.8 للاتش على 5، وايوه هيبقى مسافات بين كل واحده واحده، واسيب نص ونص من الاخر، صح كده ولا ايه؟ ما هي نفس الفكره. صح. ولا طب لو قلت اللي هي 2 دي او 1.5 قطر المسمار هتفرق في حاجه؟ دي كلها فرض، فرض زي ما انت عايز. انا اللي افرضها، ما فيش حاجه ثابته. لكن مش فيش حاجه ثابته، لكن انت هتلتزم بالعدد اللي موجود عندك. هم 5 مسامير، اقسم بقى الخمس مسامير دول بالمسافات اللي انا محتاجها. تمام يا باشمهندس. يا باشمهندس بس لو سمحت بعد اذنك. نعم. وانا بقارن دلوقتي بين التي بتاعه الكاميرا والتي بتاع الاثنين انجل، مش الاثنين انجل دول المفروض ان التي بتاعتهم الاثنين واحده؟ يعني انا باخد دلوقتي لو ياخد التي انجل مثلا، باخد واحده منهم وبضربها في اتنين وبقارنها بالتي بتاعه الكاميرا. يعني انت مثلا عندك انجل 80 في 8، يعني السمك بتاعها 0.8. تمام. عندي 2 انجل يبقى 0.8 في 2. تمام ماشي. تمام. طيب نيجي للجروب الثاني، لو ان 2 ايه اللي هيفرق عن جروب واحد؟ العدد. اول حاجه الفورس اللي عندك ل ار 2 وان 2 طيب بيأثر عليهم شير ولا تنشن؟ شير. نفس الكلام برضو، شير نتيجة الأرض وشير نتيجة ان 2. عددهم كام واحد؟ 3. بنفس الفكرة هحسب الشير على البولت من ار 2 والشير على البولت من ان 2، وبعد كده اجيب المحصلة بتاعتهم واشيك عليهم واشوف برضه سيف ولا لا. مستويات الكسر هنا بكام؟ 2. 2 برضه. طيب المينيوم سيجما تي اختار الاصغر بين ايه وايه؟ بين الانجل. تمام. يبقى التي ويب بتاع بيم 2 و2 سمك الانجل بتاعي. طب ده كده جروب واحد وجروب 2. طيب نيجي بقى لجروب 3 دي، اشيك عليها ازاي؟ دلوقتي لو جيت بصيت على مسامير جروب 3 عددهم كام واحد؟ 3. 4. اللي باين لي في الرسمه ان هم 4. المفروض ان هم 3 فوق فدول يبقوا ب 6 وواحده تحت يبقى ب 2 يبقوا المفروض 8. بالظبط كده. وانا شغال على الجزء اللي فوق بس بتاع بيم 2 فانا شايفهم 3. 3 دول انا في منهم وراهم زيهم يبقوا 3 و3 يعني 6. لو انا شغال من الناحيه الثانيه دي مع بيم 1 في عندي مسمار كمان تحت اهو فهيبقوا 4 2، يعني 8 مسامير. يعني انا كده عندي احتمالين، يا اما اشتغلهم 8 يا اما اشتغلهم 6. طب هعمل ايه؟ هعمل تشيك على كل كاميرا لوحدها. بمعنى مهندسة بعد اذنك انا مش فاهم العدد تاني. انت دلوقتي عندك المسامير اللي جوه الويب بتاعت بيم 3 كام واحد جوه الويب؟ 3. التلاتة دول اخرهم لغاية فين؟ ربطين الزاويتين مع بعض من الزاوية للزاوية اللي هما ماسكين اللي هما جوه بيم 2.
اللي هو الانجل اللي في بيم، الانجل اللي في البيم الاثنين وبيم ثلاثة البليت. طيب الثلاثة دول هم ده وده وده اللي هم داخلين جوه الويب هنا اهو، صح؟ تمام. طيب الثلاثة دول في وراهم زيهم صفين يعني؟ صف اه، ما انت دلوقتي لو جيت بصيت سايد فيو هتلاقي الكاميرا، هتلاقي الكاميرا عاملة كده، وانا شايف هنا كده ثلاثة وفي ثلاثة هنا زيهم. هو بيقول لي حاجة زي دي ولا انا اللي بفرضها؟ ده انت بتستنتج السايد فيو بتاعه كام. اه تمام. فالتلاتة اللي جوه بيم اتنين دلوقتي هما في العدد الفعلي بتاعهم ستة. تمام. طيب الرابع اللي تحت ده في واحد زي وراه، يبقى الرابع اللي تحت ده لو انا جيت بصيت على الكاميرا من الناحية التانية والكاميرا الاكبر هيبقى فيها اربع مسامير عندي واربع مسامير من الناحية التانية، يبقى كده دول عددهم كام؟ ثمانية. تمانية. تمام شكرا يا باشمهندس. تمام. انا دلوقتي عايز بقى اشيك على الجروبات دي، فبعمل ايه؟ هاجي ان تلاتة هعمل تشيك عليها مرتين، مرة نتيجة كاميرا بيم واحد ومرة نتيجة كاميرا بيم اتنين. طب هاجي نتيجة كاميرا بيم واحد ار واحد دي اللي هي الرياكشن الرأسي ده، ار واحد ده بيأثر عليهم بشير ولا تنشن؟ شير. شير. طب وان واحد؟ تنشن. تنشن. طيب تمام، يبقى انا كده عرفت ان المسمار بتاعي ده عليه شير وتنشن مع بعض. طب عددهم كم؟ ستة ولا تمانية؟ ستة. تمام. انت هتشيك على نتيجة كل كاميرا لوحدها، انا دلوقتي بشيك نتيجة كاميرا بيم واحد. يبقى تمانية. واحد يبقى تمانية. يبقى انا ببص على الناحية الكبيرة اللي عندي، يبقى عددهم كام؟ عددهم تمانية. طيب هحسب بقى الشير على المسمار نتيجة ار واحد، واحسب التنشن على المسمار اللي جاي من ان واحد، يبقى كده المسمار عليه شير وتنشن مع بعض. طيب مستويات الكسر واحد ولا اتنين؟ واحد. آه. هو واحد. الستة اللي فوق مستويين بس اللي تحت واحد. يبقى مين الكريتيكال؟ واحد طبعا. الواحد يبقى الأضعف عندي هو المسمار اللي هو اللي تحت ده. بنا اضمن لي اشيك على المسمار الضعيف اللي ال بتاعته بكام؟ واحد. مش مهندس طب ازاي اللي فوق اتنين؟ مش انا شغال من ناحيه البي واحد بس، فانا ليا بالفورس بتاع بي واحد. ايوه طب ما انت دلوقتي انت عندك الفورس بتاع بيم واحد، لكن هل معنى كده ان كاميرا بيم اتنين اتشالت؟ لا ما اتشالتش، موجوده. موجوده موجوده بالانجل بتاعتها. مان. لكن الفورس بتاعتها بس هي اللي لغتها، كأن في كاميرا متحملة وكاميرا لا. تمام. يعني انا اشتغل على اللي انا شايفه، ماليش دعوة بقى انا شلت فورس وحطيتها الكلام ده. انت بتشيل فورس بس، انا شلت الفورس لكن الكاميرا فعليا موجودة. تمام يا باشا. تمام. طيب اخترنا ان بواحد عشان في مسمار واحد بس، عشان اه المسمار اللي تحت ده اللي هو اخر واحد تحت ده مستويات كسر بتاعته واحد، فانا بشيك على اضعف واحد. طيب المينيمم سيجما تي انا هتاخدها بكام؟ الانجل بقى وانجل يا اما الانجل يا اما الويب. لا دبل يبقى انجل واحده ناخد الكريتيكال. ممكن انا بشغل دلوقتي على الكريتيكال اللي تحت، يبقى انجل واحده مع الويب بتاع كاميرا بيم 3 ده نتيجه بي 1. طيب نتيجه بي 2 ايه اللي هيفرق؟
بالظبط كده. لكن الاثنين عليهم شير وتنشن برضو، عندي شير من ار2 وتنشن من ان2، عددهم كام؟ ستة. ستة تمام. يبقى عندي شير من ار2 وعندي تنشن من ان2. مستويات الكسر اثنين. المينيوم سيجما تي اصغر من ايه وايه؟ البي ثلاثة والاثنين انجل. اثنين انجل مع الويب بتاعي، يبقى اثنين الانجل مع الويب بتاع بيم ثلاثة. طيب كده انا عملت كيس، دي تعتبر كانها كيس اوف لودنج، كاني عملت كاميرا بيم واحد اتحملت وبيم اثنين لا. بعد كده عندي كيس تانية بيم اتنين اتحملت وبيم واحد لا. طب لو انا في كيس تالتة ممكن تحصل ان الكاميرتين يتحملوا في نفس الوقت، يبقى انا في عندي تشيك تالت نتيجة وجود كاميرتين محملين معايا في نفس الوقت عندي. فدي الجروب التالتة هي نفس الجروب بس هشيك عليها نتيجة بيم واحد وبيم اتنين. هتبقى الفورس الكلية بقى، انا دلوقتي بجمع سترينج اكشن كلها، يعني تبقى R1 زائد R2 والفورس N1 زائد N2، هجمع كل N1 قصدي ناقص N2، الاتنين تنشن عندي عكس بعض. الناس فاهمة دي جت منين؟ هو انا باشمهندسة ليه من الاول ما اعملش تشيك اللي هو الحالة الثالثة اللي حضرتك لسه هتعمليها دلوقتي، واعمل تشيك على المسمارين اللي تحت لوحدهم وخلاص؟ لان انت دلوقتي في الكيس الثالثه دي، هل انت واخد النورمال كلها؟ النورمال عندك، ما انا باخد المحصله اللي هو لان واحد ناقص ان اتنين، يبقى انت كده التنشن بيقل في المقابل الشير بيزيد. بس مش هو دي الحاله الفعليه اللي موجوده عندي؟ ايوه، لكن انت عندك احتمالات تانية ممكن تحصل. الاحتمالات التانية ديت ان لو كاميرا واحدة منهم مش متحملة ملهاش اي احمال، بالتالي ملهاش اي سترينج اكشن. تمام. طيب يبقى انا كده الفورس اللي عندي اللي بشيك عليها ار واحد زائد ار اتنين، والتنشن هيبقى ان واحد ناقص ان اتنين. عدد المسامير طالما انا خدت فورس واحد مع فورس اتنين، فالمسامير اللي هتشتغل معايا هي المسامير اللي بينهم اللي هما دول، اللي هما دول اللي هيشيلوا فرق الفورس بتاعتي. يبقى عدد مسامير بتاعتي هنا بقت ست مسامير عندي. هحسب بقى الشير اللي جاي من ار من ار واحد زائد ار اتنين، واحسب التنشن اللي جاي من ان واحد ناقص ان اتنين، واشيك شير وتنشن مع بعض. مستويات الكسر هنا بكام؟ اتنين. باتنين. المينيوم سيجما تي المينيوم سيجما تي هتبقى كام؟ اتنين البليت والويب. اتنين الانجل والويب بتاع والويب بتاع بيم تلاتة. فيها مشكلة كده المسألة دي؟ طب الاثنين الانجل اللي انا بقارن ما بينهم دول، الاثنين الانجل اللي هم على البي 2 ولا الاثنين الانجل اللي هم على بي 1؟ ما هم نفس الانجل. طب وافرض هم مثلا جم في مثال وغيرهم لي، يبقى انا اعمل ايه؟ هتاخد كل واحده بالسيكنس بتاعه وتجمعهم، يعني مثلا عندي انجل سمكها 5 وانجل سمكها 7، يبقى الخمسة زائد السبعة اقارنهم مع الويب بتاع البي 3. انا في الحاله ديت مش هقول بقى ان انا هضرب هاخد واحده منهم اضربها في اتنين، هاخد واحده من دي وواحده من ديت مع التي بتاعه الفلانج. بالظبط، ان انت عندك دلوقتي في انجل مثلا على اليمين سمكها 5 والانجل على الشمال سمكها 7، بجمعهم بقى الاتنين. هنا هتجمعهم مع بعض. تمام يا باشمهندس، شكرا. طيب ده كده اول فكره عندك في الشيت اللي هي المساله الاولى. نعم.
الايه تاني؟ ايه تاني؟ تاني؟ اه ما انت عندك الكيس التالتة دي هو الشير اه زاد التنشن قل بس الشير هو اللي زاد. انا عايز اشيك على الشير هيسيف ولا لا. اه طيب في بقى مسألة تانية اللي في الشيت. ايه المسألة دي؟ عندي عمود اللي هو قطاع سي ماسك فيه كاميرا قطاعها بي. الاثنين دول ماسكين مع بعض بانجل دبل انجل جوه الويب وانجل عند الفلانجات بتاعتك. يديلك السترينج اكشن كيو وام المومنت بتاع الكاميرا والكيو اللي هو الشير بتاع الكاميرا بتاعتي. يقول لي شيك على البولتس اللي عندك سيف ولا انسيف. طيب اول حاجه تعملها ايه؟ اول حاجه المومنت ده هتحوله لفورس. حول المومنت اللي عندي دي فورس قوة شد وفورس قوة ضغط تنشن وكمبريشن. طب احولها ازاي؟ قال لي التنشن او الكمبريشن دول هتبقى عبارة عن المومنت اللي عندك. لو مثلا مديني المومنت 20 متر طن هضربه في 100 عشان احوله لطن سنتي واقسمه على الدبس بتاع الكاميرا بتاعتي بحيث لما اجي اقسم المومنت ده المومنت ده لما اجي اقسمه على الدبس هيتحول لفورس تنشن وفورس كومبريشن. معلش يا باشمهندس الدبس دي اللي هو قطر المسمار ولا ايه؟ دبس الكاميرا دبس بتاع الكاميرا اه لو لقيتش كلها تمام بتاع الكاميرا. يبقى انا كده اول حاجه اعملها اخد المومنت ده احوله لفورس تنشن وكومبريشن. عشان احول المومنت لفورس قسمت على المسافة اللي هي ارتفاع الكاميرا بتاعتي. طيب وبعدين قال لي اي مسامير جوه الويب اي مسامير جوه الويب دي بتتأثر بالشير بتاع الكاميرا. اي مسامير جوه الويب بتاع الكاميرا دي كده بتتأثر بالشير. اي مسامير عند الفلانجات اللي هي اللي تحت دي او اللي فوق دي دي هتتأثر بالمومنت. وانا دايما لما يكون عندي اي كاميرا كده ايه فيها شير وفيها مومنت الشير ده مين اللي بيشيله؟ الشير اللي هيشيله مسامير اللي فوق لا. مسامير الويب اللي جوه. تاني تاني خلينا دلوقتي في الكاميرا اللي انا لسه رسمها دي كاميرا. احنا خلاص بنشوف قلنا التنشن والكمبريشن تمام هيتحطوا فين بقى وازاي وهيأثروا على ايه بالظبط؟ هنقول دلوقتي كل حاجه. نرجع بس تاني لسه راسمينه ده. لو انا عندي كاميرا اي سيكشن عليها شير وعليها مونت دايما الكاميرات الاي سيكشن دي الويب هو اللي بيشيل الشير والفلانجات هي اللي بتشيل المونت. معنى الكلام ده ان طالما الويب هو اللي بيشيل الشير يبقى المسامير اللي جوه الويب بتاعت الكاميرا هي اللي شايله الشير. طالما الفلانجات هي اللي بتشيل المومنت يبقى المسامير اللي عند الفلانجات هي اللي شايله المومنت. تاني؟ تمام. طيب انا دلوقتي المومنت لغيته حولته لايه؟ حولته لتنشن وكمبريشن. يبقى المسامير اللي جوه الويب هتتأثر بالكيو. المسامير اللي عند الفلانجات هتتأثر بالتي او هتتأثر بالسي اللي عند. معايا؟ اه تمام. تمام. طب نيجي بقى نشوف التشيكات بتاعتي. طب معلش يا باشمهندس قلنا كومبريشن مالوش لازمة خلاص. هنعملها نجليكت. كده خلاص كومبريشن مش هتشيك عليه ان انا بشيك على التنشن. تمام. طب انا هحط التنشن فوق او تحت على اساس ايه؟ التنشن والكومبريشن جه المومنت بتاعه شوف المومنت بيشد فين وبيضغط فين. تمام تمام. طيب
هاجي هنا اشوف القطاع بتاعي، ادي الكروس سيكشن. لو انا جيت بصيت سايد فيو الكاميرا بتاعتك، الكاميرا ديت ايه اي سيكشن، وده الفلانجة بتاعت العمود بتاعي اللي هو قطاع سي. فين بقى الجروب اللي عايز اشيك عليها؟ اشيك اول على المسامير اللي جوه الويب، اللي هي اللي جوه هنا دي، اللي هي دي اول جروب عندي. ان واحد مكانهم فين؟ جوه الويب بتاع الكاميرا، اللي هما فين؟ اللي هما دول معايا. تمام يا باشمهندس، دي اللي هيأثر عليها، دي هيأثر عليها شير. طيب الجروب التانية فين؟ اللي جوه اللي من الانجل ماسكة الفلانج، دي الجروب التانية. ان اتنين السايد فيو هيبانوا عندي ازاي؟ هيبانوا عندي اربعة. طيب عايز بقى اشيك عليهم، دول كلهم بيتأثروا نتيجة الكيو بس، ان هما جوه الويب بتاع الكاميرا. ان واحد الكيو هتعمل عليهم شير ولا تنشن؟ شير. شير، يبقى انا هحسب اول حاجة عددهم هما مسمارين، الشير على البولد، يبقى الكيو الكيو على عددهم، يبقى كده جبت الشير اللي على المسمار بتاعي. طب مستويات الكسر كام؟ اتنين. اتنين، هي داخلة واحد في اتنين انجل ويب الكاميرا بتاعتي، يبقى الان عندي اتنين. المينيمم سيجما تي الاصغر من ايه وايه؟ من اتنين الانجل والويب. الانجل والويب، الويب بتاع مين؟ بتاع البي اللي هي الكاميرا بتاعت البي بتاعتك، يبقى المينيمم من سمك الويب واتنين سمك الانجل. ده جروب ان ايه؟ التأثير بتاع التي التنشن اللي جاي من المومنت، احنا كنا لسه قايلين المومنت بيأثر على الفلنجات بتاعت الكاميرا، بيأثرش على هيأثرش على الويب بتاعه. يعني هيأثر يعني ال طب يعني المسامير اللي داخلة في فلنجة الكاميرا هي دي اللي هتتأثر بالمومنت. يعني هو مش هيأثر برضو على جروب اتنين؟ لا، جروب اتنين ده هو جوه الويب بتاع الكاميرا برضو. تمام يا باشمهندس. هاجي جروب اتنين برضو نتيجة الكيو بس، يبقى الكيو عاملة عليهم شير. عددهم كام؟ أربعة. أربعة، يبقى الشير على البولت بتاعي، الكيو على عددهم، والان عدد مستويات الكسر واحد عشان هي داخلة انجل واحدة مع فلانجة العمود. هيبقى المينيوم سيجنا تي اصغر بين ايه وايه؟ ما بين اتنين انجل و انجل واحدة. انجل واحدة، انجل واحدة وفي فلانجة، انجل واحدة وفلانجة العمود بتاعه. ده كده جروب واحد وجروب اتنين اللي هما جوه الويب بتاع الكاميرا. فيها مشكلة الحتة دي؟ لا. تمام باشمهندس. فاضل بقى اخر حاجة الجروبات اللي فوق اللي جاية عليها تنشن من المومنت. فوق لو جيت بصيت فوق عندي كده اهو، الانجل بتاعتي فيه مسامير هنا، فيه مسامير هنا. طب المسامير دي شكلها عامل ازاي؟ اللي موازي مع القوة وفي اللي عمود على القوة. بالظبط كده. أول المسامير عندنا الـ N3 مكانهم فين؟ مكانهم عند الفلانجة فوق عندي. أنا شايفهم في الرسمة اللي فوق كام واحد؟ تلاتة. تلاتة، التلاتة دول ست. في نص الفلانجة في زيهم وراهم، يعني كده هيبقى عددهم كام؟ هو ليه فين زيهم وراهم؟ مش هي تلاتة بس؟ مش هي الانجل دي داخلة في فلانجة الكاميرا؟ داخلة في فلانجة الكاميرا. تمام، فلانجة الكاميرا لو جيت رسمتها كده ايه؟
انا عندي الانجل جايه كده. في مسامير هنا، في مسامير هنا. تمام. الثلاثه اللي انا شايفهم في الاليفيشن زيهم وراهم ثلاثه كمان. تمام. يبقى عددهم ايه؟ عددهم عندنا ست مسامير. طيب الجروب الثانيه بقى لان اربعه، دول يبقى عددهم كام؟ اتنين. أربعة. أربعة. أنا شايفهم اتنين قصادي بس في زيهم وراهم اتنين كمان، يبقى عددهم أربع مسامير عندي. طيب إن تلاتة التي عاملة عليهم إيه؟ التي على ان تلاتة عاملة عليهم شير. نعمودية على طول المسمار بتاعي. عددهم كام؟ عددهم ستة. يبقى الشير على البولت بتاعي التي على عددهم. والان هنا بكام؟ واحد. الان واحد. طيب المينيوم سيجما تي هو ايه اللي معلش مش هتنساها؟ وان انجل، هي وان انجل صح؟ عشان كده هنا واحد. يا انجل واحده، انجل واحده بعرض الفلانج. طب هي ليه كيو ما اثرتش عليها؟ مين؟ الكيو ما مش هتاثر عليها؟ لا احنا قلنا الكيو جوه الويب بتاع الكاميرا. تمام. الفلانجات ما بتتاثرش بالكيو بتاعته. تمام. عشان كده الان بمستويات الكسر بتاعتها ال N عندنا هنا بكام؟ واحد. طب المينيوم سيجما تي هنا كام؟ ما بين ال T فلانج وال T والانجل. T انجل وال T فلانج بتاعت ال B. يبقى دي بس معلش مكتوبة هنا غلط. دي T فلانج ودي انجل واحد. تمام. المسامير اللي بعديها اللي ان 4 التي عامله عليهم ايه؟ ان 4 التي عامله عليه تنشن. يبقى انا كده عندي تنشن على ان 4. عددهم كام؟ لسه حاسبينهم، عددهم 4. يبقى عندي التنشن على المشوار التي على عددهم. هل هنا في بقى مستويات كسر؟ لا واحد. مفيش عندي. لا لا مفيش مستوى كسر في التنشن. مفيش عشان انا شغال تنشن بس، فما عنديش ان ولا عندي مينيوم سيجما تي والكلام ده كله. يبقى انا هشيك هنا على دول تنشن فورس بس. تمام. معلش يا باشمهندسه، وانا ليه ما باخدش عدد مستويات الكسر في التنشن؟ التنشن بيشد المسمار كله لبره، لكن الشير بيكسر المسمار في الفاصل بين البلتات. يعني ما بيحصلش فيه كسر يعني؟ لا، هو كله المسمار كده بطوله هيطلع لبره، مش هيتقطم نصين. تمام ماشي. طيب كده في مشكله مش مهندسين في السكشن؟ مش مهندسه. نعم. هو انا ليه في المسامير اللي بره ما باخدش الكيو اصلا اللي هي اللي جايه بتاعت شير بتاعت الكولوم نفسه؟ ما هي بص يا شوانسين، انا ما باخدش الستريننج اكشن من العمود على الكاميرا، انا باخد من الكاميرا للمسامير والمسامير تنقل للعمود. تمام يا باشمهندس. طب هي الانجل اللي تحت مش هنعمل لها حاجه ولا هي نفس الانجل اللي تحت؟ الكيو هتعمل، السي هتعمل عليهم ايه؟ هتعمل كومبريشن. يبقى نجلي كومبريشن على مين؟ على اللي تحت، اللي هم اللي تحت دول كومبريشن على دول. طب ودول هتعمل شير على المسامير هتعمل شير على المسامير اللي زي ال N3. ايوه هتعمل شير على المسامير اللي مع ال B وهتعمل كومبينيشن على المسامير مع C. تمام. اللي مع ال B اللي هي دي فرقت عن N3 في حاجه؟ لا هي نفسها. هي نفسها. يبقى انا هشيك مره واحده عند الجزء اللي فوق. محتاج بقى شايف تحت.
والمسمارين اللي تحت اعمل لهم حاجه ولا خلاص كده؟ لا خلاص اللي تحت دول السي عامل عليهم كومبريشن، يبقى مش انا مش قلقان منهم ان يحصل لهم حاجه. تمام. طب والكيو عامل عليهم شير الايه؟ الكيو. الكيو ده عباره عن الشير بتاع الكاميرا موجود جوه الويب بتاع الكاميرا، والمسامير اللي جوه الويب هي اللي بتتاثر بس. الكيو دي يا باشمهندسين دي بتاثر جوه الويب بتاع الكاميرا، وبالتالي المسامير اللي جوه الويب هي اللي تتاثر بالكيو بس. يعني انا يا باشمهندسه دلوقتي لو كان عندي نورمال مكان المومنت تمام، لما اجي اتشيك على جروب 3 وجروب 4 هدخل تاثير النورمال ولا لا؟ النورمال ده بيبقى عباره عن لو هو شد مثلا يبقى النورمال هيتقسم على 2، ان على 2 فوق وان على 2 تحت. تمام. نص النورمال هيبقى فوق ونص النورمال تحت عندي. وعلى جروب 4 برضو نفس الكلام ولا مش هيأثر؟ هيأثر بتنشن، يعني لو دلوقتي عندي نورمال نصه هيروح هنا ان 2، والنص هيروح هنا ان على 2. ان على 2 اللي فوق دي عامله على ان 3 كام؟ عامله عليهم ايه؟ تنشن. تنشن شير. شير ان 2 دي الفورس دي عامله على ان 3 شير، ما جايه كده ايه؟ عامله على ان 4 ايه؟ عامله عليها شير. على ان 4 على ان 4 تنشن. تنشن على ان 3 شير. يبقى هي لو الكاميرا زي كده ادالك نورمال فيها اقسم النورمال فوق وتحت، نصه يطلع فوق ونص ينزل تحت. تمام شكرا. مش هيأثر على جروب 1 و 2؟ لا هيأثر عليهم، النورمال بيأثر على القطاع كله. تمام. يعني الشير بس هو اللي هاخده كنورمال كامل بقى، على 1 و 2 هاخده كنورمال كامل. نورمال كامل تمام. الشير بس هو اللي بناخده معانا في البي، ما بناخدوش معانا فوق وتحت. لكن النورمال في الويب بس. وبرضه مش هدخل تأثير الكيو معايا صح؟ فين؟ على 3 و4. لا 3 و4 ما لهمش علاقة بالكيو. تمام شكرا يا باشمهندس. في حد في حاجة واقفة قدامه مش فاهمها؟ هو يا باشمهندس في التحويلة بتاعت المومنت احنا بنضرب في المية على دي، المية ديت تحويل يعني حاجة ولا دي ثابت؟ لو هو مديلك المومنت متر طن بلازم تحوله طن سنتي، عشان الأبعاد بتاعتك كلها بتشتغلها سنتي. تمام. يعني لو مديلي طن بير سنتي يبقى خلاص طن سنتي يبقى خلاص. لو طن سنتي خلاص. تمام يا باشمهندس. الشيت بتاع الرسم هيكون مع الشيت الشيت الرابع اللي هو بعد الميد ترم ان شاء الله. تمام يا باشمهندس. باشمهندس نعم. هو بالنسبه لشيت البولتت والولدت عشان حضرتك كان ده لوحده وده لوحده، انا عملتهم الاثنين في بعض وبعته. عادي مش مشكله. تمام ماشي. ما تبعتش تاني بقى خلاص. ماشي. في أي حاجة عايزين نسأله فيها؟